نقدر نقول بلي العدوى نقصت بزاف، معناها السلاله اللي كانت من قبل ولو ما عندناش دراسات عليها نقدر نقول بلي كانت ضعيفه، ضعفت ومن بعد كي لحقوا هاد السلالات الجديده هما اللي راهم تسببوا في هاد واش رانا عايشينو دركا. والاحصائيات العلميه في العالم معروفه تقول لك كيكونوا سلالات الجميع الجديده هي اللي راهي تطغى على الوضعيه الوبائيه، نلقاو لو طو دو ريان فيكسو يلحق حتى 5%. وهذا واش رانا نلاحظوا، باللي في لي زوسبيتاليزي اللي رانا عندنا 95% اعمارهم ما مرضوا بالكورونا فيروس ومازال ما داروش اللقاحات، وال 5% هذوك راهم يديروا دي ريان فيكسو، معناها السلالات الجديدة هي اللي راهي مسيطرة على الوضعية الوبائية في الجزائر. ما عنديش معلومات بزاف على السلالة الجزائرية، ولكن لازم ديري في بالك باللي كاين 4000 سلالة في العالم، و 4000 سلالة في العالم حنا ماشي لازم نعيشوا وحدنا. عالميا راها معروفة باللي كاين 4 سلالات هي المقلقة، وعندنا واحد 8 ولا 10 واحد اخرين اللي راهم اونيتود، وهذوك ال 10 ولا 8 ما كان حتى وحدة جزائرية. دوك نقدروا نقولوا ولو كاينه سلاله جزائريه ماشي هي اللي راهي تسبب في هذه الحاله الوبائيه اللي رانا عايشينها اليوم.